السلام عليكم طلاب وطالبات الكرام، معكم عبد الطيب في فيديو جديد. مهم هذا الفيديو غنهضر على واحد الموضوع اللي مهم بزاف بزاف وكنسولوا عليه كثير ديال الناس، هما لي زالوكاسيون فاميليال. كيفاش الطالب يقدر يحصل على لي زالوكاسيون فاميليال هنا في بلجيكا؟ المهم الطالب لي المقدار ديالهم اللي كيبدا ابارتيغ من 150 اورو في الشهر، وكاين اللي ياخذ كاع اكثر على حساب لا سيتوياسيون فيسكال ديال الكارون ديالو. المهم هذا الموضوع اللي بصح بزاف الناس ما عارفينوش، بزاف الناس اللي كاين العام الاول ما كان عندهم الحق فيه وما دفعوش ليها. المهم مي الحاجه اللي زوينه بانهم راه واخا عام ما دفعتيش مازال عندك الحق تدفع، ومازال عندك الحق تركوبيري هذوك الفلوس كاملين اللي كان عندك حق تاخذهم راه غتاخذهم. مثلا ايتوديون اللي كان عنده العام اللي فات هذا الحق وما خداش، بامكانه يمشي يدفع على هذيك لاكيس ويعطيو هذوك الفلوس ديالو كلهم، مثلا 150 في 12، المهم اثمنه بحال ما هكا. المهم اول حاجه اش خصو، المهم كاينين الشروط باش ياخذهم. اول حاجه هو الشرط ديال لاج، الطالب ما خصوش يكون فايت 24 سنه، هذا هو الشرط الاول. يعني الطالب ما خصوش يكون فايت 24 سنه. والحاجه الثانيه الطالب خصو يكون داير لادريس عند الكارون ديالو، يعني يكون في لا كومبوزيسيون دو ميناج يكون باين انه عند الكارون. يقدر مثلا بزاف اللي كيسولوني كيقول لك حنا ما خصكمش في حي جامعي ولكن لادريس غنديرو عند الكارون، ماشي مشكل، المهم هو لادريس. لادريس تكون دايره عند الكارون، تقدر تكون في حي جامعي ولا تكون في اي بلاصه. المهم من الشروط ديالها انك تكون عند الكارون ديالك اللي سنان كلانيكس 32، تكون ساكن عندو، تكون عندك قل من 24 عام. والشرط الثالث، المهم الشرط الثالث هذا متوفر في جميع الناس اللي يقراو في لي زوتيكول ولا اللي غادي يقراو في سميتو في لي زوتيكول ولا في لي زونيفرسيتي، هو يكون عدد السوايع اللي كيقراو في لا سيمين تكون على الاقل 17 ساعه. هادو هما الحوايج اللي خصهم يتوفروا في الطالب باش يقدر يحصل على لي زالوكاسيون فاميليال. كما نقدر نعاود، خصو يكون عندك لا كارون بلجيكي ساكن في بلجيكا وانت داير لادريس معاه، والعمر ديالك يكون قل من 24 عام، وعدد السوايع اللي كتقرا في السيمانه يكون على الاقل 17 ساعه. بهادشي الكارون ديالك كما هنايا معروف ان لي زالوكاسيون فاميليال ما كاينش شي واحد في بلجيكا ما تيعرفهمش، يعني اي كارو عندك في بلجيكا الا قلتي لي فوالا غتزيدني في الكارو غتمشي تاخذ ياخذ عليه سميتو هاد الفلوس هادو. المهم هاد الكارونتي هاد 150 اورو، المهم 150 اورو كنقول غير بشكل تقريبي، هاد هي الديبار. من بعد راه كاين اللي عنده اكثر، كاين اللي يقدر يحصل على اكثر. المهم هادو فين كي لمن كيجيو هادو، الا فاش كيسجلك معاه وكيمشي يطالب في هذيك لاكيس، هنا كل ولايه زعما كل ريجيون عندها لي كاس ديالها، يعني في بروكسل بوحدهم، لي والوني بوحدهم، والفلوند بوحدهم، وحتى الاثمنه كيختلفوا بشكل بسيط، مي ماشي بشكل بزاف. يعني هنا هذاك السيد الكارون هذاك الشاف دو ميناج هو اللي خصو يمشي يدومونديها، فوالا انا عندي دري كيقرا عندي ولا بنت كيقراو عندي، يعني انا بغيت عليهم لي زالوكاسيون، وهاد لي بيرو غادي يعطيوهم لي، غيعطيو لي زالوكاسيون الا كان السيد متوفر فيه هذاك الشروط. شكون اللي كيتسلم لي زالوكاسيون؟ معروف بلجيكا اللي كيتسلم لي زالوكاسيون فاميليال ديما هما الزوجه، هما اللي كيمشيو في الكونت ديال الزوجه. المهم هذا هو اللي كاين. كنعرف بزاف الطلبه ما كانوش في اخبارهم ولات اخبارهم مشاو خداوها، كاين بحال هكا. كاين المهم اش خاصها دار طريقه سهله انهم كيوصلوا للكونت ديال الزوجه. هنايا كاين اللي كيعطيو للطالب زعما هذيك 150 ديالو ولا جات كيعطيو يدوزوا عليه في الكونت ديالو، يعني كيوصل اوتوماتيكمون اي الوكاسيون فاميليال كيوصل للكونت ديال الزوجه، من بعد يقدروا يسلموها للطالب. في الحالات كاينين شي بعض الحالات ما كيبغوش مي كيبقى ما كيبغوش يسلموها زعما على حسب لي فامي، زعما ما يبغوش يسلموها للطالب، مي هي من حق الطالب، حيت الطالب الا بدل لادريس ديالو من هذيك الدار ما غاديش يبقى ما غاديش يحصل، ما هذيك العائله ما غاديش تاخذ هذوك الفلوس، يعني هذوك الفلوس مرهونين بان الطالب عنده لادريس ديالو معاهم. يعني انا كيبان لي كأنا من حق الطالب زعما يتمتع بهذوك الفلوس ويكون ديالو ويساعدو هنا على بزاف ديال المصاريف ديالو. الحاجه الثانيه اللي خاص يفهموا الناس بان الا كنا مثلا الكارون بلجيكي خدا شي ايتوديو اون شارج، هذاك الكارون بلجيكي حتى هو كيستافد من الضريبه، كيستافد بانه ما كيخلص ضرائب قليله. غير المهم غير ايضاح بسيط بان في بلجيكا شنو هو، عندنا ضرائب كيكونوا طالعين بزاف، يعني واخا السالير كيكون طالع مي حتى الضرائب كيكونوا مرتفعين. والناس اللي كيستافدوا من ضرائب قلال هما اللي كيكون عندهم ولاد بزاف، يعني كلما كان عنده بزاف الناس في لاشارج ديالو كلما كان غيكون يخلص ضرائب قل. يعني بحال البروت، نعطيكم مثال، مثلا غتلقى جوج الناس
كيشدوا نفس الصالير بالود مثلا، نعطيو واحد سيليباتير وواحد عنده ثلاثه الاولاد مثلا، نديروا مثلا مثال كيشد كل واحد فيهم 3000 اورو مثلا، هذاك السيليباتير غياخذ من داك 3000 اورو في النهايه اللي غتوصلوا، ما يقارب 1800 اورو، هذا هو اللي غيوصلوا. اما الا كان اب وعنده ثلاثه الاولاد ومن نفس الصالير غتوصلوا واحد 2500 حتى 2700 من هذاك الصالير، يعني انتم شفتوا نفس الصالير بروت، ولكن هنا الحاله ديال الفيسكاليتي ديال الواحد لي شارج اللي عنده هما اللي كيديروا الاختلاف في النت، وهذا هي الاساسي. زعما كلما كان عندك وحدين في لاشارج ديالك كلما غتخلص ضرائب قل، ماشي غيزيدوك في الصالير، يعني راه البروت راه واحد ولكن غير الضريبه الدوله البلجيكيه تاخذ ضرائب اقل، يعني هذا الشيء اللي كاين. كما المهم باختصار باش نعاود زعما كلشي الناس يقدروا يتبعوا معنا، يعني خاص تكون عندك الكارون، يكون ديجا في بلجيكا كارون بلجيكا، يكون حاجه ثانيه انه انك انتقل من 24 عام، وان عدد السوايع اللي كتقرا في لا سيمين هما على الاقل 17 ساعه، وهذه متوفره في جميع لي زوتيكول، اي فورماسيون باشوليه ماستر ما كاينش مشكل بالنسبه لهاد الناس. يعني هذه ماشي ما كتسماش مساعده ديال الدوله بلوسونس، ان الطالب حيت بزاف سولوني واش يكون عندنا مشكله طلبنا، لا ما كاين لا مشكله والو، هادو كيعطيو هذه بيغو خاصين من الدوله اللي كتبرسي لهم، هما كيبرسيو ما عندهمش علاقه، ماشي مراكز ديال المساعده اللي الطالب ما خصوش يمشي ليهم، مي هادو مراكز اللي زعما اللي يعطيو الفلوس لاي واحد، اي طفل، اي ايتوديون عنده هاد لي كونديسيون كياخذهم بلا مشكل. يعني المهم هذا الشيء اللي كاين. والحاجه الثانيه اللي قلنا ونحاول نكررها هي ان فاش زعما السيد اللي ساكن هنا في بلجيكا الى خد طالب انه راه هو كيستافد من هو كيستافد، يعني على حساب الاستفاده، ديالو كتكون على حساب، يقدر مثلا يستافد مثلا 1000 اورو في العام ولا شي حاجه، ولا حاجه اكثر حاجه اقل، حيت ما كاينش زعما فالور ديريكت، على حساب الصرار ديالو وعلى حساب شحال عنده من ولد وشحال من واحد في لاشارج ديالو، واش مرتو قدامه ما خداماش. المهم هذا هي هذا هو الشرح البسيط اللي بغيت نشرح لكم على هذه القضيه. اذا مشيت رجعت لي كيستيون، كان واحد شي اخ سولني قال لي واش يمكن لينا، زعما الا كان عندك الكارون خارج الاتحاد الاوروبي، نو الا كان الكارون مثلا في الاسبان ولا في هولندا نو ما عندكش الحق فيها اخي، هذه حق فقط للناس اللي ساكنين في بلجيكا ولي ستوديون اللي عندهم كارون بلج، هذا هو اللي كاين. كيفاش؟ المهم كنظن انني شرحت كيفاش يقدر تحصل عليها، كتحصل عليها فقط غير هذاك الاب ولا شاف دو فامي، هذا كيدومونديها بحال كيما كيدوموندي لي زالوكاسيون فاميليال ديال الاولاد، واخا يكون سيليباتير راه كيمشي. هنا في بلجيكا زعما كلشي كيعرف لي زالوكاسيون فاميليال، كلشي تيعرف لي كاز ديالهم، وكل اب عارف راسو فين مقيد، يعني غير كيديكلاريك فوالا راه عندي واحد طالب ايتوديون فيه شروط وخصني نتخلص عليه، وهما كيخلصوا ديريكت. والحاجه اللي مزيانه هنايا المهم اللي الدوله البلجيكيه تقدر تسوبريميها من بعد، ولكن شي احزاب باغيين يحيدوها، هما داكشي بالخط زعما زعما بترجع، زعما داكشي اللي مثلا واحد ما استفدش منها واحد 7 سنين دابا ما لسبب ما مثلا ايتوديو ما استفدش منها، بامكانه يستفاد من هذيك 7 سنين كلها. هذه سيرتو داروها اللاجئين مثلا ديال سوريا كيجيو اول مره، خاصهم بزاف ديال الاوراق يقادوهم من بعد ما كيقدروش يحصلوا عليها، ولكن فاش كيعطيوها لهم تيعطيوها لهم السنوات كلها. مي هذه غير المعلومه اللي يقدر اي واحد مثلا واخا ما كان عنده الحق وما خداهاش قبل، راه بامكانه يشوف مع هذيك لاكيس وهما يعوضوه في كل شيء هذوك السنوات اللي ما خداش فيها. المهم ما خسر والو، سير على مشي على لاكيس يشرح لهم لا سيتوياسيون، قول لهم فوالا هاد ليتوديون، حيت بزاف اللي اش نقول 80% راه ما عارفينهاش، 80% راه حتى لي كارو ما عارفينهاش، كيصحاب غير ولادو اللي يقدر يدير لهم هذاك الشيء. هاد القضيه بزاف ديال لي زاستوس هنا في بلجيكا كيتعرفوا غير بالاكسبيريونس وداك الشيء، مي هادي زعما حق جميع الطلبه انهم يستافدوا منها اللي متوفرين فيهم بيان سيغ الشروط ديالهم. المهم السؤال الثاني كيفاش نقدر نحصلوا عليهم؟ اون فوا انت كتسجل في الكومبوزيسيون دو ميناج ديال الكارون، بامكان هذاك الكارون يمشي عند لاكيس زعما ديال لي زالوكاسيون فاميليال ديالو ويطالب بهذوك لي زالوكاسيون فاميليال. المهم الثمن شحال الثمن بالتقريب؟ الثمن كيبدا 150. المهم كان سيستم قبل كان سيستم غاير، مي دابا وحدو تقريبا الاثمنه، وهو كيبدا ب 150 ولكن كيبقى يتبدل 150 اورو، وكيبقى يتبدل على حساب الحاله ديال الضريبيه ديال الاب،
ولا ديال الشاف دو ميناج، يعني كيبقى كل ما عنده دراري اكثر كل ما السالير ديالو قل ياخذ اكثر. يعني هذا الشيء اللي كاين. كنتمنى انني يكون جاوبت على المهم، شرحت باختصار زعما هاد القضيه، وكنغتنم من الفرصه نهنى الطلبه والطالبات اللي حصلوا على الفيزا. تقريبا بشكل يومي كنحصل على 5-6 ديال الميساجات كيقول لي شدينا الفيزا. مبروك لكم كاملين والله يسر، وزعما هذه غير بديه لانكم مازال في الطريق، والطريق هو الواحد ياخذ ان ديبلوم ويمشي مزيان، يحاول يشد لغات مزيان هنا بلجيكا، سيرتو في الاجانب. الا كنتي اجانب خصك ديبلوم زائد انك تشد اللغات ديال الدوله، على الاقل الفرنسيه والهولنديه، باش يكون عندك سهوله كثيره في الخدمه ان شاء الله. والله يسر الجميع. السلام عليكم.